السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. المنزل على الرسول الكريم. عدد آيات القرآن الكريم 6236 آية تتلى منذ أكثر من 14 قرنا، ولا شك أن الأجانب عندما يستمعون للقرآن الكريم يتأثرون لدرجة أن البعض منهم يبكون من تأثرهم. اليوم سنعرض لكم ردة فعل أشهر لاعبي كرة القدم عندما يستمعون للقرآن الكريم لأول مرة. في الموقف الأول، يعتبر اللاعب المكسيكي جافير هيرنانس الملقب بتشيتشاريتو أحد أبرز لاعبي كرة القدم في بلاده، والنجم المفضل للجماهير التي تحب مشاهدته كثيرا. يلعب في فريق مانشستر يونايتد، وقد لعب مع فريق ريال مدريد سابقا، وقد أدهش جمهوره عندما تبدأ مباراة كرة القدم، حيث يتوجه لله على طريقة الدعاء الإسلامي ويقرأ سورة الفاتحة. كان النجم المكسيكي قد كشف سنة 2012 عن إعجابه الشديد بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر هذا الإعجاب في حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث قال: لست مسلما، ولكن أفضل شخص على الإطلاق هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في الموقف الثاني، بلال أبيدال. هو الفرنسي إريك أبيدال نجم فريق برشلونة الإسباني السابق الذي أطلق على نفسه اسم بلال بعد إسلامه. هو من مواليد يوليو من عام 1979 بمدينة ليون الفرنسية. بدأ مسيرته الاحترافية في عام 2000 في نادي موناكو، ومنه إلى نادي ليل، قبل أن يعود إلى مسقط رأسه للعب في نادي ليون، والذي حقق معه لقب الدوري قبل أن ينتقل إلى صفوف برشلونة الإسباني في عصره الذهبي. وفي إحدى مباريات موسم 2008 خاض فريق برشلونة مباراة قوية في الليغا، والتي تصادف إقامتها في نهار أحد أيام شهر رمضان الكريم. يومها أصر المدافع الأيسر الفرنسي على خوض اللقاء وهو صائم، وعلى الرغم من تحذيرات الجهاز الطبي له نظرا لإجراء عملية جراحية، وذلك من أجل استئصال ورم خبيث إلى جانب ارتفاع حرارة الجو وحاجة جسمه إلى الماء والسوائل، إلا أنه رفض الانصياع لتحذيرات طبيب الفريق وقال: سأصوم في تلك المباراة، هذا قرار نهائي ولا رجعة فيه. ويومها قال عنه زميله المدافع البرازيلي داني ألفش أن أبيدال متدين بشدة ويعمل بحرص من أجل الظهور بشكل طيب يليق بدينه، لهذا فقد رزقه الله القوة والشجاعة ليستطيع أن يكمل حياته في مجال كرة القدم أو خارجه. إنه لاعب البرسا الذي هزم السرطان بالهدف القاتل، والرياضي المسلم الذي يؤكد بكل فخر أن قراءة فاتحة الكتاب هي سر تألقه على أرض الملعب. في المقطع الثالث، فاسيريكي أبو ديابي. هو من مواليد 11 من مايو من عام 1986 في باريس في فرنسا، لاعب كرة قدم فرنسية، وهو من أصل إفريقي من دولة كوت ديفوار. بدأ مسيرته الكروية مع نادي أوكسفير عام 2004، ولعب معهم حتى عام 2006، شارك معهم في 10 مباريات، وسجل هدفا واحدا. ومنذ عام 2006 وهو يلعب مع نادي أرسنال الإنجليزي، حيث يوجد له العديد من مقاطع الفيديو وهو يتلو القرآن الكريم بصوت جميل جدا ولا يصدق، فدعونا نسمع الصوت. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو
له الأسماء الحسنى. وقد عبر الفرنسي ديابي اللاعب السابق في فريق أرسنال الإنجليزي عن سعادته بأداء فريضة الحج، معبرا عن انبهاره بالتطور الذي يلاحظه في كل مرة يزور فيها المشاعر المقدسة، وكيف واجه بإيمانه شبح الإحباط الذي واجهه حينما كان يلعب كرة القدم. في المقطع الرابع، مسعود أوزيل. مسعود أوزيل لاعب ألماني من أصول تركية، لعب لريال مدريد أكبر الفرق في العالم، تألق بقميص النادي الملكي قبل أن يستقر به الحال في فريق أرسنال الإنجليزي. أوزيل يعتنق الديانة الإسلامية وظهر في أكثر من لقطة قبل بدء المباريات وهو يقرأ القرآن، وفي أكثر من تصريح أكد أنه يحاول تطبيق تعاليم الدين الإسلامية حيث يصلي ويصوم ويقرأ القرآن الكريم. ولد في 15 من تشرين الأول أكتوبر عام 1988 في مدينة والسون كشير الألمانية، وهو أحد أبناء الجيل الثالث للمهاجرين الأتراك إلى ألمانيا، وينحدر من مدينة زنجلداك شمال تركيا. الالتزام الديني وقراءته للقرآن. مسعود أوزيل مسلم ملتزم، يداوم على الصلوات الإسلامية ويقرأ سورة من القرآن قبل بداية كل مباراة، وسبق أن قال لصحيفة دورج بيل: أفعل ذلك دائما قبل أن أخرج إلى الملعب، أصلي وزملائي يعرفون أنهم لا يستطيعون التحدث معي خلال هذه الفترة القصيرة. في المقطع الخامس، كريستيانو رونالدو. كشف مسعود أوزيل لاعب نادي ريال مدريد الإسباني السابق أن زميله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو طلب منه تعليمه كيفية قراءة القرآن الكريم، وأن السورة المفضلة لدى زميله هي سورة الفاتحة. وفي تصريحات نقلها الموقع الإسلامي الإندونيسي على لسان النجم الألماني المسلم مسعود أوزيل صاحب الأصول التركية، أكد من خلالها سعادة كريستيانو رونالدو وهو يستمع إليه عندما يتلو آيات القرآن الكريم. وقال أوزيل في هذه التصريحات: كريستيانو رونالدو يكون سعيدا بسماعي وأنا أقرأ القرآن الكريم، هو دائما يريدني أن أعلمه كيفية قراءة القرآن، والآن استطاع تمييز بعض الحروف الهجائية، والسورة المفضلة لدي هي الفاتحة. وعلق الموقع الإندونيسي على كلام النجم الألماني أن الأخيرة قد يكون سبيلا لهداية كريستيانو رونالدو إلى اعتناق الإسلام. من المعروف أن أوزيل يتلو آيات القرآن الكريم قبل انطلاقه إلى أي مباراة، سواء مع النادي الملكي أو المنتخب الألماني، كما أنه معروف عنه أيضا بأخلاقه العالية. والآن نستعرض معكم فيما يلي أبرز اللاعبين المسلمين في أندية القارة الأوروبية. أولا، بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، 89 مليون استرليني. ثانيا، ساديو ماني نجم ليفربول، 35 مليون استرليني. ثالثا، كودرا موستافي مدافع الأرسنال، 35 مليون استرليني. رابعا، جراند تشاكا لاعب أرسنال، 30 مليون استرليني. خامسا، نوغولو كانتي نجم وسط تشيلسي، 30 مليون استرليني. سادسا، إسلام سليماني نجم نجوم ليستر سيتي، 29 مليون استرليني. سابعا، بيليكاي غوندوغان لاعب وسط مانشستر سيتي، 23 مليون استرليني. ثامنا، أندري آيو نجم سوانزو سيتي، 20 مليون استرليني. تاسعا، سفيان بوفال لاعب ساوثهامبتون، 16 مليون استرليني. عاشرا، أحمد موسى مهاجم ليستر سيتي، 15 مليون استرليني. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة.